عمر بتشوف الاسماعيلي الفوز بالنسبة له حتمي النهاردة؟ 1000000% لأسباب كتيرة جدا، حتى بعيدة عن وضعه في الجدول. هو لازم الإسماعيلي يستثمر الحقيقة الأداء الجيد والإدارة الرائعة في مباراة سموحة الحقيقة، والفوز الكبير خارج ملعبه، ورجعنا الحقيقة لأداء نادي الإسماعيلي اللي احنا نعرفه يعني. وبالتالي أنا أعتقد حتى جمهور الإسماعيلي أو جهازه الفني مش هيرضى بغير الفوز صحيح. لتكملة الأداء الجيد، ويخش تدريجيا في المناطق الدافئة ويبعد عن المشاكل اللي تحت يعني. فأنا شايف الإسماعيلي هو مؤهل كمان للفوز بالقياس لمباراة سموحة. الحقيقة كان كل شيء رائع كان في فوز مباراة مهم سموحة. قوي الإسماعيلي طبعا لا، غير الفوز كمان يعني أداء نادي الإسماعيلي ده بيرجعنا ورا شوية، وراه عمل ضخم جدا من الجهاز الفني، سواء إعداد نفسي أو بدني أو خططي. ده كان شكله رائع جدا في مباراة سموحة، ويمكن كنا في الاستوديو مع الكابتن أبو جريشة اتكلمنا في النواحي الفنية، كل شيء كان ممتاز جدا. اللاعبين مركزين طوال 90 دقيقة، حمزة الجمل أدار بشكل جيد جدا المباراة، حتى تبديلاته كانت واقعية جدا، وهو كسبان 3 حتى تبديلاته ما كانتش دفاعية، كان فيها برضو أو استمرار للنواحي الهجومية. ده بيديك إيحاء أو ثقة، بيدي لعيبة النادي الإسماعيلي ثقة عالية جدا في مديرهم الفني. فأعتقد النهاردة كل الظروف مهيئة إن الإسماعيلي يقدم مباراة جيدة.